المسيح جه لأن في أنين للبشرية. الناس تعبت، البشرية كلها معذبة مزلولة من الخطية ومن الشيطان. فهو ده الجو النفسي بتاع التجسد، ان ربنا بيشرق من السماء على ناس تعبانة. بتفكرني عارفين بإيه؟ في سفر الخروج يقول إيه؟ صعد صراخهم في أول السفر، يعني ابتدت الناس تصرخ من ثقل العبودية اللي هو شعب الله في مصر. فيقول نظر الله ورأى وعلم، وبعد كده إيه؟ قال أنزل وأخلصه. يقول اسمعي يا ابنتي وانظري، الكلام لمين هنا؟ وميلي ودانك شوي وانسي الدنيا كلها، موضوع فيري سيريوس، انسي شعبك يعني البشر كلهم. الملك قد اشتهى حسنك، الملك المسيح، لأنه هو ربك، بس هيبقى ابنك. فاهمين؟ عشان كده نرد عليها نقول افرحي أياتها العذراء والأم، العبدة والأم، لأن هي تقول له أنا عبدتك، وهو يقول لها تبقي أمي، وتقول له لا أنت ربنا، لكن كل المعاني دي في بعض. فهنا في إشارة واضحة إلى الحوار الخاص بالعذراء، أنت هتبقي أم الله، هيبقى هو ربك لكن اشتهاكي تبقي أمه. الرب اختار صهيون، صهيون برضو رمز للعذراء، خلي بالكوا أحد ألقاب العذراء صهيون، اللي بيحضر تسابيح كيهك تلاقوا كلمة يا ابنة صهيون كتير، وتلاقوا صهيون نفسها، لأن هي بنت صهيون، يعني هي أجمل ما أخرجته صهيون. كل العهد القديم هي ثمرة العهد القديم، كل التقوى الحقيقية اللي في العهد القديم تمثلت في العذراء. الرب اختار صهيون يعني خطر العذراء، اشتهاها مسكن ليه، يعني هيتولد منها هيتكن جواها، فبقت هي مسكن اللاهوت زي ما بنقول في التسبحة، أو هي العرش اللي شايلة الملك جواها. مزمور يقول مساكين أشبع قمزا كهنتها ألبس الخلاص أبرارا يبتهجون ابتهاجا. إشارة لما بعد التجسد، أن الجسد اللي شالته العذر، جسد المسيح في بطنها، هو في الآخر اللي على المسبح النهاردة بنتناوله. فهمتوا الفكرة؟ ما هو لولا تجسد المسيح كان يبقى في حاجة اسمها تناول؟ وإحنا بنتناول جسده ودمه. فهمتوا الفكرة؟ فإذا امتداد سر التجسد هو سر الإفخارستي، إحنا شهود على التجسد بأمارة إن إحنا بنلمس جسد المسيح وبنأكله كمان. عشان كده بكرة برضه هتسمعوا في قداس العيد في لحن لطيف قوي يقول تعالوا نسجد لي مع البقية، الملائكة والمجوس سجدوا له، يلا إحنا كمان نسجد له لأننا شايفينه. فاهمين؟ ما هو المجوس أول ما شافوه سجدوا، والملائكة أول ما سمعوا الخبر سجدوا وهيصوا. فبيقول فساجدين له مع البقية، يعني احنا كمان نسجد له لأننا نؤمن أن الجسد ده جسد المسيح الإله وجسد مقدس ودم كريم.